ثمن الجوده، جوده لها ثمن والسلعه الاخرى لها ثمن. بحال مثلا الكروفيت دابا واخا غالي تنبيع فيه ب 70 درهم، الميرنا الكولا دير لها 32 درهم ونص، الصنور 32 ونص اونص الكيلو، الرايه 25 درهم، القرص الحر دير لها 40 درهم تبيعوا فيه ب 70 درهم. دابا الثمن تيكون ناقص على المحلات، على المليح، المليح قليل، المليح قليل. صحاب الرباط وصحاب سلا وصحاب الشمال تيجيو تياخذوا الحوت بكري، هما اللي مغلين الاسعار. اخويا الخضره غاليه بزاف هاد القايده، خصوصا هاد القايده بزاف والله. بطاطا دايره 110 90 86، سوق ما مقادش اخويا، ماتشه دايره 3600 3000. هاري القرعه كورجي دايره 7 درهم، وهنا الناس بغات الخضره ب 6 درهم 7. والابيار وكحو والله يدير شتاول ديال الخير وصافي. هي الشتا ما كايناش، كانت الشتا يكون كلشي موجود. دابا الفلاح حتى الله يحسن العوان، دابا كتلقى الفلاح حتى هو كتقام عليه الخضره غاليه، حتى هو الابيار الخدامه ما حتى واحد مكره. دابا شي حاجه حتى واحد مكره، دابا حنا ما كرهناش الفلاح ما كرهوش. دابا الله يدير شتاول ديال الخير من هادشي كامل، الله يعطينا شي، الله يرحمنا الله يرحمنا من هادشي كامل الله يرحمنا. وكنجيب على قد جهدي، وشي كيخسر ليا شي مره خاسر مره غادي مزيان. السوق ما مقاش، مره كتمشي هو هذاك، مره تخسر لك السلعه، مره تبيع مره ما تبيعش. والحمد لله الحمد لله على كل حال، المهم حنا واكلين وشاربين الحمد لله. اللهم هكا ولا بلاش، طما كولا بلاش، حتى كيطلع عليك الدم تقول صباح ناعس ولا شي حاجه، كتقول الله ما ناكل ونشرب. لما جيتيش تخدم بحال هكا راه ما كاين والو، ما عندك ما تصرف، ما كلشي غالي. دابا خصوصا هاد الوقت كلشي غالي، لما جيتيش تخدم ما كاين والو. خويا الرومي اليوم كان البارح عندنا ب 360، اليوم الصباح 400 درهم في البلاصه، اليوم 22 درهم اللي كاين عندنا. اليوم كروازيه 280 ريال، حاجه مزيانه في البلاصه اللي هي في الكساب مهرس. كساب ما كاينش عنده في الكواره، ما كاينش الدجاج، الكساب ما بقاش داير الدجاج بزاف، تهرس راه عام هو كياكل بالعصا. دابا ماشي يقولوا لا مريض ولا شي حاجه، من الكساب ما كاينش. دابا من هنا واحد شهر ولا 40 يوم غادي يكون السلعه موجوده ان شاء الله. الدجاج اخويا ولا طالع، المغاربه حنا 80% الشعب المواطن المغربي كان 80% اللي عايشه تحت الصفر. يعني شنو علاش نقول تحت الصفر؟ لان كاينه مثلا الموظف المتوسط والصغير واللي خدام في شركه متوسط صغير، غير كيجي مثلا غير المشكل ديال رمضان والدخول المدرسي والعيد الكبير، كتعود عاد البيع والشراء ازمه. كان بحال احمد هذا مول الدجاج دابا اللي كيتسال شي حد ما يجيب ليه التريال، وتما الدجاج الى طلع لما الف كياخذ ربعه دجاجات ولا خمسه في الشهر غياخذها وحده يقسمها على اربعه، لان الغالب الله مع هذا المشكل ديال هذا كورونا وهذا الشيء، والناس راه كطلب. انا البارح والبارح احمد ياك والبارح مراه هكا كدير مريح، قالت لي على الله، قلنا نقول لها الشريفيه زعما تبارك، قالت لي راجل اللي كيخرج للموقف ما كيديه حتى واحد، قالت لي راه عندي اربعه الوليدات، قال لي سير اختي طلبي، وخرجت كتطلب كتسعى، راه غادي من القدام المغاربه كلهم غادي يخرجوا يطلبوا يسعوا. ودي سير في السوق اخويا، الماندالي راه 76 هاك، راه كتبيعها 6 7 دراهم، والبنان راه 11 11 ونص بلاصتو، البيع ديالو راه 13 درهم راه كتعرف. والعنب حتى هو راه بحال هكا، حتى هو العنب راه كتجيبوه ب 9 درهم كتبيعو ب 12، هادشي اللي كاين. والمارشي راه كتمشي لي، راك عارف ماش كتشي المارشي وما كتجي منه حتى ل 9، وانت كتشوف 12 دابا ديال النهار والسوق باقي يلا شويه، ما كتحرك حتى ل 12 12 ونص، كتخدم دوك السويعات قلال صافي، وكت 7 راه 7 ونص راه خاصك تمشي بحال هادي. السلعه كدوز عندك يومين يومين ونص، تقدر حتى ثلاث ايام كاع. الاكثريه راه كتبيع نهار ونص، من ورا نهار ونص راه كتعود تبيع غير ب
الماندالي راه خصك ديرها 60 ريال باش تكملها، والبانه راه كديرها 10 دراهم كتشي لك فيه درهم ونص. التفاح حتى هو راه كما قلت لك راه النهار الاول هو اللي كدي في يدك 2 دراهم، اما الغد اللي راه كتعاود تبيعه ب 10 دراهم 9 8، يعني راك عارف. وهلي الخسران كتلوح فيه حتى هو. ايوا راه الازمه راه انت كتشوف كورونا دابا، والناس راه اللي جا غير كيسول ما كياخذش وصافي. هادشي اللي السبب انت كتعرف هاد الجائحه اللي كاينه ديال كورونا وديال هادي، حيت حنا بعدا بزاف د الحوايج كنتغطاو بهم بكورونا، سمعتي شي حوايج اللي هما خاطئين كنتغطاو بهم بكورونا. وانت كتشوف كما كتشوف الخير موجود، ولكن الناس باش توصل ليه ما كاينش، لان دابا كتعرف كورونا محي هرسات الاقتصاد كامل. الناس ما بقى دابا راه والو، بنادم راه كيدور عادي، ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين لا بيع وشراء، ما كاين لا فهمتي. الناس راه ما عرفتش منين اللي عنده شي رزيق راه كيجبدو كيشري به وصافي. هذا الشيء اللي كاين، وكل واحد كيشري علاش كيقد. وكما قلتي الخضره حتى كتجي الوقيته ديالها كتصب الشتاء، كيقول لك الغيس ما نقدروش ندخلوا نجبدوا الخضره لان ما عندنا كنديروا ليها، كتولي غاليه. ومن بعد عاوتاني ملي كيجي الجفاف هذاك، حنا ديما كندويو بالجفاف، ديما الشتا كتصب وكندويو بالجفاف. والله ربي سبحانه راه كيشوف، هو درنا الجفاف ديال الاقتصاد، ودرنا الجفاف ديال بزاف ديال الحوايج. ولا اله الا الله. ان بنادم هو كتشوف الانسان في الدار دابا عنده غير 3 دراري ولا 4 دراري، كيفاش كيواجه المصروف ديالو؟ وعاد راه اللي شاد امه كلها. والصراحه نقولها لك ما بقى ما يدار، هذه علامة الساعة هي هذه.